طبعا أكيد أنت تريد أن تتعلم SQL لكن لا تعرف ما هي SQL، لكن قبل أن تعرف ما هي SQL عليك أن تعرف ما هي قواعد البيانات. فإذا بشكل عام وبشكل بسيط جدا جدا جدا، أنت تعاملت مع هذا مسبقا وهذا ليس شيء جديد عليك، هو أن يكون لديك جدول. هذا هو جدول، جدول تكتب فيه البيانات، مثل هذا الجدول جدول أسماء الطلاب أو جدول الأصدقاء. فمثلا لدينا اسم الأول للشخص، الاسم الأخير، رقم هاتفه، والبريد الإلكتروني. هذا الجدول جدا جدول مستخدم، وأنت قرأته يوما ما أكيد وتعاملت معه. فإذا هذا الجدول فيه بيانات، هذه البيانات مختلفة، يعني مثلا هذا اسم، هذا رقم، هذا إيميل. فهذا مجرد جدول واحد. لاحظوا الجدول فيه أعمدة وفيه صفوف. الأعمدة يعني بالإنجليزية columns، والصفوف هي الروز. فبالنسبة للأعمدة الموجودة في الجدول، فكل عمود له اسم. فمثلا هذا العمود اسمه الاسم الأول، هذا اسم الأخير، هذا رقم الهاتف، هذا البريد الإلكتروني. وبكل صف يوجد قيم لهذه الأعمدة. فمثلا الاسم الأول للصف الأول هو علي، الاسم الأخير للصف الأول هو أحمد أو الأحمد. الاسم أو القيمة، قيمة العمود الثالث للصف الأول هي هذا، 1 2 3، جيد. فهذا بشكل أفقي اسمه صف أو رو أو ريكورد أو سجل، نفس التسميات. وهذا بالشكل العمودي اسمه كولوم أو عمود، وكل حقل من هذا اسمه حقل أو فيلد، جيد. فإذن هذا هو الجدول. طيب ماذا لو كان لدي أكثر من جدول؟ يعني أكثر من جدول، هذا الجدول أنا وضعت فيه اسم علي ورقم هاتف وبريد إلكتروني، لكن أنا أريد إنشاء جدول لأقول مثلا ما هي مصاريف علي الشهرية مثلا، أو جدول آخر مثلا أريد أن أتحدث به عن مثلا علامات علي في المدرسة أو درجات علي في المدرسة. فأصبح لدي مثلا 3 جداول. بنفس الطريقة، بنفس الفكرة، كل جدول له صفوف، له أعمدة، وله بيانات بداخله، وإلى آخره. لكن أصبح لديه 3 من هذه الجداول. فإذا هذه 3 الجداول هذه معا تشكل قاعدة بيانات. قاعدة البيانات قد تصبح جدا جدا معقدة، يعني فيها الكثير من البيانات، فيها الكثير من الجداول التي فيها الكثير من العلاقات فيما بينها. يعني مثلا في الجدول الأول يوجد علي ورقم هاتفه، في الجدول الثاني يوجد مثلا علي وعلامته في مادة الرياضيات، وفي الجدول الثالث يوجد مثلا هل مثلا كما قلت العنوان مثلا علي المحدد مثلا عنوانه أين يسكن. فسيكون هنالك علاقات بين هذه الجداول قد تكون جدا معقدة. فلا بد من طريقة حتى ننظم هذه البيانات معا وثم نستعلم عنها بطريقة لطيفة، يعني وطريقة سهلة، وبطريقة يعني متينة نوعا ما، يعني بطريقة صحيحة. فSQL جاءت لهذا الموضوع، هذه جاءت لحل هذه المشكلة. فSQL ما الشيء الذي ستساعدنا به؟ ستساعدنا على إدارة قواعد البيانات. ماذا يعني إدارة قواعد البيانات؟ يعني إذا كان لدينا أكثر من جدول مثل هذا، كيف نصلها معا؟ كيف نرتبها معا؟ كيف نضيف جدول لقاعدة البيانات؟ كيف ننشئ قاعدة بيانات؟ كيف نضيف صف علي، معلومات علي لجدول الأصدقاء؟ كيف نحذف جدول كيف نحذف سجل سارة؟ مثلا سارة لم تعد صديقة، يعني فنريد أن نحذف السجل الخاص بها من جدول الأصدقاء. كيف ذلك؟ كيف نعدل جدول محمد؟ كيف نعدل سجل محمد في جدول الأصدقاء؟ نريد أن نعدل رقم الهاتف الخاص به مثلا. مثل هذه الأمور SQL تساعدنا على القيام بها، زائد تساعدنا أيضا على الاستعلام عن هذه البيانات. يعني أنا أريد مثلا علي، أريد إيميل علي، فيجب أن أكتب مثلا
عبارة استعلام بـ SQL تساعدني على استرداد إيميل علي. طبعا أنا بالنظر يمكن أن أعرف ما هو إيميل علي، لكن ما بالك لو جدول الأصدقاء فيه آلاف وآلاف من الصفوف، هل سأقرأها كلها حتى أحصل على علي إيميل علي أو بريد إلكتروني علي؟ لا، أكيد لا. فما الشيء الذي سأفعله؟ سأكتب عبارة استعلام، اجلب لي الإيميل الإلكتروني من جدول الأصدقاء عندما يكون الاسم الأول يساوي علي. هذه هي الجملة التي سأكتبها. طبعا هذا هنا توضيح بصري بسيط للموضوع. فإذا قاعدة البيانات مثلا فيها أكثر من جدول، فهنا يوجد جدول الأصدقاء، جدول العناوين، جدول المكالمات، جيد جدا أضاف هنا جدول المكالمات، وكل جدول من هذا له مكون من أعمدة، وكل صف فيه قيم لكل عمود. طبعا هذا الشيء فهمنا وعرفنا. فإذا هذه هي قاعة البيانات، هذه هي فكرتها، وهذا هو سبب حاجتنا للغة استعلام مثل SQL. فإذا الآن سنبدأ بالتدريب بالأساسيات. سيكون هنالك لدينا أساسيات أولا، وفيها التمارين هنا. فإذا التمرين الأول هو تمرين إنشاء جدول وإدخال بيانات والاستعلام عنها. فإذا بداية نحن نريد فعليا أن ننشئ هذا الجدول. بداية بالأصل يعني أن نقوم بإنشاء قاعدة بيانات كاملة وثم ندخل فيها الجداول، يعني هذا هو الأصل. لكن أعزائي الفكرة الآن هو أن نحن نستخدم هذا الموقع، فهذا الموقع يقوم بإنشاء قاعدة بيانات لنا، فنحن سنبدأ من فكرة إنشاء جدول مباشرة. إنشاء الجدول، طبعا نحن نريد أن ننشئ جدول الأصدقاء، فيه الاسم الأول، فيه الاسم الأخير، فيه رقم الهاتف، وفيه بريد إلكتروني. فإنشاء جدول يعني لا يعني إدخال بيانات بالجدول، إنشاء جدول يعني أنا أنشئ جدول، وبداخل الجدول ماذا أضع؟ بداخل الجدول أضيف الأعمدة، أحدد الأعمدة وأحدد نوع الأعمدة. فمثلا هذا الاسم الأول مثلا هو عبارة عن قيمة نصية عادية، الاسم الأخير قيمة نصية عادية، رقم الهاتف الآن يمكن أن أعتبره قيمة نصية عادية كما نحن نبدأ مبتدئين، والبريد الإلكتروني أيضا سنعتبره قيمة نصية عادية. فبالتالي هنا بالموقع الذي أخبرتكم عنه بمكان السكيما سنبدأ بإنشاء هذه المواضيع. فإذا بداية سأقوم أنا بإنشاء جدول بأمر اسمه create table. فإذا هذه هي SQL، نحن نكتب الآن SQL لتساعدنا بإنشاء جدول. اسم الجدول سيكون friends، وكما قلت لكم أعزائي نحن نريد أن نضيف الأعمدة، الذي يعرف الجدول هو الأعمدة. ففتحت أقواس عادية بهذا الشكل، وأنا سأكتب الأعمدة باللغة الإنجليزية. السبب أن هذا الموقع لا يدعم اللغة العربية في القيم، وبالتالي أنا سأسمي هذه الأعمدة باللغة الإنجليزية. فبداية هنا العمود الأول سأسميه first name. First name يعني الاسم الأول، و last name الاسم الثاني الأخير، يعني phone number الذي هو رقم الهاتف، والإيميل الذي هو الإيميل. فأنا بداية سأكتب بهذه الطريقة، لكن فعليا أعزائي هذا لا يكفي. سأقوم بكتابة هكذا، هذا لا يكفي، لأن يجب فعليا أن أعطي معلومات أكثر عن هذه القصص، عن هذه الأعمدة. علي أن أخبر أكثر SQL ما هذا. فأنا قلت لكم سنعتبر أن الفيرست نيم هو قيمة نصية، قيمة نصية عادية، يعني character، يعني كاركتر يعني محرف، جيد. فهنالك يعني نوع من البيانات اسمه varchar بSQL. ما هو هذا varchar؟ طبعا نحن نستخدم SQL بصيغة MySQL أو ببرنامجية MySQL، لا يهم أن تعرفوا ماذا يعني ذلك، لكن فقط للإشارة. فvarchar يعني متغير، قيمة نصية متغيرة. فبالتالي أنا لو كتبت هنا varchar بهذا الشكل، أنا أريد أن الفيرست نيم بحد أقصى أن يحتوي على 50 محرف. 50 محرف أنا قلتها من قبل، 50 محرف يعني المحرف هو قد يكون حرف، يعني A B C D، وقد يكون المحرف قد يكون رقم 1 2 1 2 3، وقد يكون رمز خاص مثل الهاش، مثل الآت، مثل كل هذه الإشارات الموجودة. أكتبها لكم عفوا. فإذا الرمز الخاص مثل هذا، هذا اسمه رمز خاص، جيد.
أو special character بالإنجليزية. فإذا هذا هو الفيرست نيم، أنا قلت أريد نوعه أن يكون متغير الطول بحد أقصى أن يكون 50 محرف. بالنسبة للباقي أيضا نفس القصة، وسأكتب var car بهذا الشكل. طبعا بخصوص البريد الإلكتروني، برأيكم ما هي قيمة عدد الحروف الأقصى؟ سأضعها 100. جيد، وهذه القيم فقط يعني يمكن أن نضعها أي شيء الآن كون نحن متدربين، لكن عندما نبني قاعدة بيانات فعليا يجب أن يكون لدينا فكرة. مثلا فون نمبر، ما عدد أرقام الفون نمبر؟ هل نريد أن ندخله بصيغة 10 أرقام؟ إذا كان 10 أرقام فأنا أكتب 10. جيد، غير ذلك ربما أقول 15 حسب البيانات التي لدي. اللاست نيم يمكن أن نقول أيضا 50. وبهذه الطريقة أنا قمت بإنشاء جدول الفريندز. فإذا قمت بران لن يظهر لي أي شيء، لكن الفكرة هو أن يقول لي نجاح. جيد، لا يوجد أن يعني نتيجة تظهر، لكن الفكرة أن يقول لي أن تم نجاح تنفيذ هذا الأمر. عزيزي المتابع، إذا أنت فشلت في تنفيذ هذا الأمر فلا مشكلة، إذا جاءك خطأ فلا مشكلة، عادي جدا، مرحبا بالأخطاء، فعد للذي كتبته وعد للكلام الذي أنا وضعته هنا وشاهد الفرق. أو يمكنك بكل بساطة أن تذهب للتمرين من هنا وتقوم بنسخ الذي أنا كتبته هنا، ومرة أخرى أن تقارن وأن ترى، ربما أنا خطأ، يعني كلنا نخطأ، فهذا شيء عادي جدا. فلا يعني تشعر باليأس لأنك لم تستطع القيام بهذه الخطوة. حاول ستنجح أكيد. فإذا هذا انتهينا من هذا الموضوع. الآن نريد أن ندخل بيانات، هذه البيانات علي وكذا وكذا. إدخال البيانات بهذا الجدول يكون بعبارة اسمها insert into. insert into يعني إدخال في أو إدراج، يعني هي أدراج أكثر، إدراج. فأنا أريد أن أدرج معلومات. insert into، أين أريد insert into friends؟ جيد، هذا اسم الجدول، لاحظوا هذا نفس اسم الجدول، وأريد أن أدخل معلومات لهذه الأعمدة. أي أعمدة؟ التي هي الفيرست نيم، اللاست نيم، الفون نمبر، والإيميل. ممتاز. طيب ما الشيء الذي أريد إدخاله بهذه الأعمدة؟ ما القيم؟ أريد إدخال values، قيم معينة. أول قيمة أريد إدخالها هي علي، أحمد، رقم هاتفه، رقم هذا أريد إدخاله. جيد، فبكل بساطة هنا سأكتب هكذا، علي القيمة الأولى. طبعا سأكتب باللغة الإنجليزية لأن كما قلت هذا الموقع لا يدعم العربية، فلا مشكلة لو كتبت العربية قد يعطيك خطأ، لاحقا نتعلم مع شيء مع قيم عربية. فإذا هنا لدينا first name علي، last name هو ما اسمه last name، الأحمد، إذا الأحمد، الفون نمبر ما هو، والإيميل ما هو. فإذا من هنا الفون نمبر ها هو والإيميل ها هو. جيد، طبعا أضع فاصلة، لماذا الفاصلة؟ لأني أريد إدخال قيمة أخرى، فهنا يمكنني إدخال أكثر من قيمة، أنا أريد إدخال 3. فالموضوع الثاني لسارة، فإذا دعوني أدخل بيانات سارة. فإذا سارة هذا هو بريدها هنا، وبريد أحمد أو محمد، إذا هذا هو بريد محمد، وبالنسبة لرقم هاتف محمد ها هو، وبالنسبة لرقم هاتف سارة ها هو، وهذه سارة اسمها سارة أحمد، كله أحمد. فإذا هنا لنكتب سارة بدلا من علي، سنكتب سارة، وهنا أحمد، والثاني اسمه محمد، محمد هكذا، محمد، والعائلة الطيب، فأنا سأكتب هنا الطيب هكذا. فإذا الآن لو قمت أنا بران، المهم أن يعطيني أنني نجحت. إذا قال لي خطأ فهذا يعني أنني كتبت شيء خطأ، لاحظوا هو قال لي أنك كتبت شيء خطأ، فإذا ما هو هذا الشيء الخطأ؟ فإذا لنقرأ بداية insert into friends. فإذا هل هذا friends اسمه friends؟ صحيح، الfirst name ها هو، اللاست name ها هو، الفون نمبر ها هو، الإيميل ها هو، فإذا هذا صحيح. الآن بالنسبة للvalues
لاحظوا أنا أدخلت الفاليو الأولى كتبت كوما، الفاليو الثانية أدخلت كوما، الفاليو الثالثة لم أدخل كوما، لم أدخلت كوما لكن أنا لا أريد إدخال بعدها، فالأفضل بنهاية هذا الأمر أن أضع سيمي كولون. وهذه معلومة أو فاصلة منقوطة، هذه معلومة إضافية لكم، أن بنهاية أمر SQL يجب يعني يفضل أن تضيف، يوصى أن تضيف سيمي كولون، وهذا لا هذا الشيء ليس إجباري فعليا، لكن عندما تكتب أكثر من أمر كهذا تختلط الأمور، فالأفضل عندما تنهي أمر ماي سيكوال أو سيكوال أن تنهي بسيمي كولون. فذا الران يفترض الآن فقط أن يقول لي نجح، إذا نجحت أحسنت برافو استمر فأنت تتعلم الكثير. فإذا بقي لدينا الموضوع الأخير طبعا هذه الخطوة الثانية، هذا هو حلها مع التوضيح، يمكنك أن تتابع مع الفيديو أو تتابع مع الكلام الموجود في الموقع. الخطوة الثالثة يريد أن نقوم بالاستعلام عن هذا الجدول، نريد استرداد البيانات من هذا الجدول. فإذا نحن الآن أنشأنا الجدول، أدخلنا بيانات بالجدول، الموضوع الثاني هو أن نستعلم، أن نعرف بيانات من الجدول، فإذا هذا سيكون بكويري، بقسم كويري. طريقة الاستعلام عن بيانات هي أن نكتب كلمة select يعني قم بتحديد، قم باختيار select، سنكتب هذه النجمة بهذا الشكل يعني كل شيء، وكل شيء يعني أنا أريد أن تجلب لي معلومات كل الأعمدة، كل شيء يعني كل الأعمدة، من أين؟ من جدول اسمه friends. أضع سيمي كولون لإنهاء أمري وأقوم بالنقر على run. إذا نجح الأمر هذا شيء جيد جدا أنك نجحت، إذا لم تنجح فحاول أن ترى ما الشيء الذي كتبته خطأ وتقارنه مع الشيء الذي أنا كتبته في الموقع أو في هذا الموقع. فنلاحظ النتيجة، قال لي أن الفيرست نيم اللاست نيم كتبها كجدول لي. لاحظوا هذا الجدول هو نفسه هذا الجدول فعليا الذي لدي هنا، لكن الفرق ماذا؟ هذا كتبناه باللغة العربية وهذا بالإنجليزية، لكن نفس الشيء نفس القصة. فانتهى فعليا التمرين إلى هنا، لكن أريد أن أضيف لكم إضافة. مثلا لو أردت مثلا فقط أنا أريد الأسماء الأولى، لا أريد كل شيء، ففقط أكتب هنا بدل النجمة first name وأكتب run أو أقوم نقر على run، لاحظوا سيظهر لي فقط first name. إذا أردت أن يظهر مثلا first name وphone number فأكتب بهذا الشكل first name and phone number and run، هل سيكون خطأ؟ لا، فعاد لي الفيرست نيم وأعاد لي الفون نمبر. أحسنتم أحسنتم ممتاز، فأنتم تتعلمون كثير الآن وهذا فعليا شيء جيد. انتهى التمرين لهذا اليوم، وانتظروني في التمرين القادم بدليل لغة SQL الشامل.